السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي والت. طبعا احنا الفتره دي بنحاول بقدر من الامكان ان احنا نتعلم مع بعض او نشوف مع بعض ازاي بيتم صناعه قوالب السيليكون. طبعا انا زيكم بالظبط، لسه مبتدئ في الموضوع ده، لسه ما عنديش المعلومات الكافيه او المعلومات اللي تخليني محترف في صناعه القوالب، لكن احنا مع بعض بنبدأ ان احنا نشوف الادوات ونشوف الخامات اللي بيتم من خلالها صناعة القوالب اللي هي اساسا قوالب السيليكون رابر وبتكون صناعة مصرية. طيب المادة الخام الاساسية اللي بتكون مسؤولة عن صناعة القوالب اسمها مادة السيليكون رابر. في منها انواع كتير، في منها مسميات كتير، في منها برضو خامات من الاسوأ الى الافضل. كل ده هنعرفه امتى؟ هنعرفه بعد ما نجري مع بعض عملية من عمليات التجارب. لازم نجرب مع بعض الاول نشوف ايه افضل حاجة ممكن نستخدمها. زي ما ظاهر قدام حضرتك دلوقتي، انا هبدأ ان انا اجيب قطع معمولة من قطع الريزن. القطع اللي ظاهر قدامك دلوقتي دي انا كنت عاملها قبل كده، فدي تعتبر الاسطمبة او الشكل اللي انا همشي عليه او هيتم من خلاله صناعة القالب السيليكون بتاعي. هبدأ اجيب قطعة من قطع الاكريليك، ان انا بجيبها وببدأ ان انا اصب عليها او اثبت عليها القطع بتاعتي بنفس الطريقة اللي ظاهرة قدامك. وعايز اقولك بقى، زي ما في حاجة حلوة في الفيديو طبعا في حاجة وحشة جدا، وهي طريقة العزل او طريقة ان انا بثبت القطعة. الامير ده بالنسبة لي كان من اسوأ الحاجات اللي انا يعني خليت القطعة تمسك من خلاله، فانا مش هجرب الامير تاني لانه مسك في السيليكون والقالب كان هيتقطع مني، وبالفعل في اجزاء اتقطعت مني. فانا بقول لك لو انت عايز تثبت القطع بتاعتك، لسه هنشوف مع بعض افضل طريقة نثبت بيها القطع بتاعتنا علشان نعمل قالب سيليكون صحيح. طيب برضو مستمرين مع بعض، وهنبدأ ان احنا نقفل الشكل بتاعنا. انا جبت الثلاث قطع ثبتهم على قطعة من قطع الاكريليك. هبدأ بعد كده ان انا اقفل الشكل بتاعي برضو بقطعة من قطع الاكريليك ومسدس الشمع ده. طبعا التقفيلة ممكن ما تكونش الطف حاجة او افضل حاجة بالنسبة لي، فهبدأ بعد كده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اغلف الشكل بتاعي او اقفل الشكل بتاعي بالسيليكون اللي هو الطين الصلصال، اللي هو بتاع الاطفال ده. هبدأ ان انا اقفل الشكل بتاعي بيه ككل من على الحواف من الخارج علشان مادة السيليكون ما تسربش مني، والمجهود بتاعي او التعب بتاعي اللي انا عملته في الفيديو ما يضيعش على الارض. معلومة مهمة، قطع الأكريليك دي أو الأشكال من الأكريليك في منها أنواع، في منها مقاسات، في منها أسعار، في منها أشكال كتيرة أوي. الأكريليك ده ممكن تسأل عليه الناس بتوع محلات الإزاز، هما عندهم المعلومة بيتباع فين وموجود عند مين وسعره. وخلي بال حضرتك في منه سمك رفيع وسمك تخين. هنيجي في المرحلة اللي بعد كده، والمرحلة اللي بعد كده هنبدأ نتعرف على مادة السيليكون رابر. هي بتكون لونها ابيض كده زي ما واضح قدامك، وعلى فكرة في منها اللي شفاف سنة بسيطة، في منها اللي بيكون المصلب بتاعه لونه متلون بلون زي البينك الاحمر الازرق الاخضر، في منه برضو الوان. ممكن تعمل قالب سيليكون شفاف. خلي بالك كل مادة انت بتستخدمها، اذا كانت من مادة الريزن او مادة السيليكون او الجبس عموما او الكونكريت او الشموع، كل ده بيكون له ميزان حساس. لازم يكون موجود مع حضرتك ميزان حساس علشان تبدأ انك تشتغل عليه وتعمل النسب صحيحة. اي عيب في النسب او اي لعب في النسب ممكن يؤدي ان الشكل بتاعك ما ينشفش منك. يعني لو انا عامل نسب غلط السيليكون بتاعي مش هينشف. هبدأ ان انا احط 200 جرام من مادة السيليكون دي عليها 4 جرام من مادة المصلب، يبقى كل 100 جرام عليها 2 جرام مصلب. وخلي بالك في النوعية اللي انا بشتغل بيها فقط، اكيد في انواع تانية ليها نسب مختلفة. نيجي في المرحلة اللي بعد كده، والمرحلة اللي بعد كده هبدأ ان انا اقلب، وبعد ما اقلب كويس جدا تأكد ان التقليب كان كويس. هنيجي في المرحلة اللي بعد كده هبدأ ان انا اصب مادة السيليكون رابر بتاعتي دي على القالب بقى اللي انا مقفله. في غلطة تانية انا وقعت فيها، والغلطة التانية ديت المفروض كنت اعزل القالب بتاعي ككل بالصابون مثلا علشان السيليكون ما يمسكش في القطع او يمسك في الامير، ودي كانت غلطة. اتمنى فعلا ان انا المرة الجاية، لان انا كل مرة بغلط فيها وبنسى، ان انا ما انساهاش المرة الجاية. وهنشوف تأثير الصابون على القطع بتاعتي هيكون عامل ازاي. هل القالب هيطلع
فعلا شكله حلو كويس ما فيهوش اي مشكله. ده اللي هنشوفه مع بعض في فيديوهات جايه ان شاء الله. هبدا دلوقتي ان انا اصب ماده السيليكون رابر بتاعتي ديت، وبعد ما اصبها هجيب مسدس الهواء اللي هو مسدس الهيت جان ده، وابدا ان انا اشغله وامشي على السطح من فوق كده، وده بيشيل لي فقاعات الهواء المتكونه وبيوزع ماده السيليكون رابر وبيشيل الفراغات اللي ما بين المسام وبعضها. زي ما ظهر قدامك هستنى دلوقتي ان انا القطع بتاعتي تنشف او القالب بتاعي ينشف، ممكن ياخد له ساعه ساعتين ثلاثه 12 ساعه 24 ساعه. انا مثلا بصب وباجي تاني يوم ببدا ان انا افك الشكل بتاعي. طبعا انت لما تيجي تفك الشكل بتاعك هو هيتفك بكل سهوله، يعني هو مش هيبقى صعب انك تفكه، لا هو هيتفك بكل سهوله لان الاكريليك بيتفك عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. المشكله الوحيده اللي ممكن تقابلك زي ما قابلتني ان انا ما كنتش عازل كويس، ما كنتش عازل بصابون، فقطعه الاكريليك ماسكه بسيط، يعني ماسكه سنه بسيط في القطع نفسها في القالب. بخلاف ذلك الامير اللي انا حطيته في الاول كان عامل مؤثر انه يبوظ لي شكل القالب، ما كانش الافضل ما كانش الالطف، لكن يعني هي غلطه وانا اتعلمت منها. وانا طبيعي اي غلطه بقع فيها انا بقول لك انا غلطت في كذا، حاول انك ما تغلطش نفس الغلطه بتاعتي. طبعا في النهايه القالب شكله تحفه جدا جدا جدا، يعني بنسبه 60%، انا مش هقول لك بقى 70 ولا 80، لا بنسبه 60% ادت الشكل المطلوب او الشكل اللي انا محتاجه، وعملت قالب فيه 3 اشكال مره واحده، وده انجاز ما شاء الله. لكن الغلطه زي ما قلت لك ان انا ما عزلتش، كان في زيادات في القالب، السيليكون لزق في الاكريليك والقطع، الامير كان عامل مؤثر انه برضو يمسك القطعه بتاعتي، ودي كانت كارثه بالنسبه لي. طبعا انا عايز اعمل قالب بكل احترافيه علشان انقله لكل الناس والناس تشوفه وما يكونش فيه غلطات. هبدا الفتره الجايه ان شاء الله اغير حاجات في طريقه التقفيل والصب والتشكيل وحاجات كتيره قوي علشان نعمل قالب شكله لطيف وشكله حلو. نيجي في المرحله اللي بعد كده، طبعا مهمه الفيديو انتهت هنا وانا عملت قالب السيليكون، لكن انا عايز اجرب القالب واشوف شكله النهائي هيكون عامل ازاي. هبدا اجيب ماده الريزن ومعاها ماده المصلب، واللي متابع القناه طبعا في فيديوهات كتير عن الموضوع ده، ازاي نصب، ازاي نخلط، ازاي بنشتغل على الميزان، طريقه التقليب، الالوان، الخلط، كل ده موجود على قناه ايبوكسي وولد. عندك القناه البديله برضو بيكون عليها فن الكونكريت وكمان فن الشموع، برضو مهمه لكل الناس اللي حابه تتعلم فن اخر او فن تاني من الفنون اللي موجوده او الاشهر حاليا. اهم 3 فنون موجودين حاليا او الاشهر في السوق فن الريزن، فن الشموع، فن الكونكريت. نيجي في المرحله اللي بعد كده هبدا ان انا الون الثلاث كوبايات بتوعي بلون اخضر، بلون احمر، بلون ابيض، بلون اسود، والالوان دي معتمه ما فيهاش لمعان، ما فيهاش جليتر، ما فيهاش برونز، ما فيهاش اي حاجه. هبدا ان انا اصب بطريقه عشوائيه جدا ما عدا الشكل اللي في النص. طبعا الشكل اللي في النص كلنا عارفين ومش محتاجين نتكلم، دي حاجه بديهيه وحاجه معروفه، واتمنى ان احنا مهما نعمل يعني صوتنا يوصل. فبالتالي انا هبدا ان انا اعمل الشكل اللي في النص بشكل محدد بشكل معين، واكيد كلنا فاهمين وكلنا عارفين، ودي حاجه اتمنى انها توصل للناس. فالشكلين التانيين هصبهم بطريقه عشوائيه، انا مش في دماغي شكل، انا عايز بس اشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي، يعني القطعه هتكون شكلها حلو، القطعه هتكون فعلا ادت الغرض بتاعها وقالب السيليكون نفع معايا ولا لا، ده اللي هنشوفه مع بعض كمان شويه. هبدا ان انا اصب، وبعد ما اصب بيظهر معايا فقاعات هواء او ميكرو بابلز على السطح من فوق، بكل سهوله هبدا ان انا اشيلها بالبشبوري او بالولاعه او باي حاجه عندك تشيل بيها فقاعات الهواء. الريزن له وقت محدد او وقت طبيعي من 24 ل 48 ساعه علشان ينشف معايا، فانت مش هتشيله بعد ساعه ولا ساعتين، ممكن تصبه دلوقتي وتيجي تاني يوم تبدا انك تفك القطع بتاعتك من قالب السيليكون. طبعا نفس القصه، هي الغلطه متكرره معايا. متكرره في ايه؟ ان طالما القالب كان فيه مشكله والمشكله دي مؤثره، فاول تاثير جه على القطعه ان القطعه برضو مسكت في القالب شويه، ودي كانت غلطه. ليه؟ لان القالب ما كانش معزول كويس، ففي زيادات طلعت، يعني في زيادات طلعت من القالب، في حواف ظاهره وواضحه قدامك، لكن الشكل هو هو، مفيش اساسا اي تغيير في الشكل. التغيير الوحيد ان القطعه طالعه مش الطف حاجه،
ده مش شكل قالب سيليكون، ده مش الشكل اللي هو النهائي اللي انا ابدا اعتمد عليه واصب فيه اكتر من مره. فانا هنا في غلطات كتيره، الغلطات انا ذكرتها، انا هنا بحاول او بجتهد، انا هنا لسه مبتدئ زي زيك، انا هنا بجرب ووريك التجارب بتاعتي نجحت فشلت، فالمهم انها تظهر لكل الناس علشان ما تغلطش غلطتي. في النهايه انا طلعت الثلاث اشكال بتوعي من قالب السيليكون، هم نفس الاشكال لكن هنزود عليهم الاخطاء اللي انا وقعت فيها. طبعا الشكل حلو جدا، الالوان حلوه جدا، كل حاجه كويسه، قالب السيليكون كويس، وكمان الماده بتاعت الريزن نشفت تماما ما فيهاش اي مشكله، لكن عنوان الفيديو طريقه صناعه قوالب السيليكون، واحنا هنا بنجرب ولسه هنشوف فيديوهات اكتر ان شاء الله الفتره الجايه. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي، اتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.